خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه اتفقت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي أنهم يعملوا مركز لإحياء التراث السمعي والبصري في المدينة. هيعملوا إيه؟ هيعملوا شوية أعمال ترميم لعدد من الأفلام، تقريبا اشتغلوا على 50 فيلم روائي طويل من الأفلام القديمة، أفلام الأربعينات والخمسينات، والحقيقة دي يعني أفلام كلها علامات كبيرة جدا في تاريخ السينما المصرية، والحفاظ على هذا الإرث الكبير أكيد قدامه مجهود كبير ومجهود يحترم طبعا من قبل كل الجماهير المصرية والعربية، إن احنا نحافظ على أعمال عظيمة يمكن يعني تقدر تعيش معنا لعقود أخرى. ده شيء مهم جدا. خلينا نعرف تفاصيل هذا الترميم والأفلام زي اشتغلنا عليها، وإيه هيكون المصير، هل ده هيتم عرضها، هيتم حفظها. نفهم من المهندسة ندى حسام الدين فرحات، مدير مركز حماية التراث السمعي والبصري. مساء الخير على حضرتك، وعايز أعرف من حضرتك المجهودات اللي اتعملت في هذه الأفلام الروائية، وإيه بتكون الصعوبة في ترميم هذه الأفلام؟ أول تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أنا بس أحب أن مركز إحياء التراث السمعي والبصري هو أنشئ في مدينة الإنتاج الإعلامي من عام 2018، وأن الأفلام الروائية هي مش أول حاجة يعملها المركز. المركز أول حاجة بدأ فيها كانت الأفلام الوثائقية بتاعة جريدة مصر السينمائية المملوكة للهيئة العامة للاستعلامات. الهيئة العامة للاستعلامات عندها كان حوالي 480 ساعة من الوثائق التاريخية اللي بترصد حقبة مهمة جدا من تاريخ مصر. فبداية المركز كان إنقاذ الجريدة والحفاظ على الوثائق، لأنها كمان بترصد العلاقات المصرية مع المحيط العربي والعالمي اللي حواليها. بعد النجاح في إنقاذ الجريدة مصر السينمائية، بدأنا بقى نلتفت إلى إنقاذ التراث السينمائي الروائي المصري، لأن الحقيقة مصر تاريخ السينمائي الروائي بتاعها ثري جدا جدا ومشرف جدا جدا ويعني كبير جدا جدا، وما زال حتى الآن بيجتذب جمهور كبير. فكان من هنا ضروري ان احنا يعني ننشئ المركز ده. فطبعا انا من خلال منبر حضرتك لازم اوجه يعني تحيه لمجلس الاداره في مدينه الانتاج الاعلامي، ان هو اخذ على عاتقه انه ينشئ المركز ده، لانه مهمته الحقيقه وطنيه يعني كبيره جدا. صحيح، ويمكن احنا دايما بنتكلم عن حفظ التراث والحفاظ على هويتنا، وده يعني يمكن انه يتعمل بشكل كبير جدا من خلال الحفاظ على التراث السينمائي. عايز اعرف من حضرتك اهم الافلام اللي اشتغلتوا عليها. احنا تعاوننا مع عده مستجدات، تعاوننا السنة اللي فاتت مع القاهرة السينمائي. طبعا هو السنة دي يعني لغم، كان مش بس النسخة بتاعت السنة اللي فاتت، تعاوننا معاهم ورممنا فيلمين، كان أغنية على الممر ويوميات نائب في الأرياف. تعاوننا أيضا مع مهرجان الإسماعيلية في بعض الأفلام الوثائقية القصيرة المهمة جدا، وتعاوننا مع مهرجان البحر الأحمر. البحر الأحمر بقاله 3 سنين على التوالي بيتعامل المركز في ترميم أهم الأفلام المصرية الروائية. يعني عملنا معاهم مثلا خلي بالك من زوزو، غرام في الكرنك، السنة دي عملنا لهم مهمين جدا عفريت مراتي وانتصار الشباب بتاع فريد الأطرش وأسمهان 1941. معلش يا باشمهندسة، عايزة أفهم من حضرتك تكنولوجيا التطوير ده بيتم إزاي؟ يعني هل احنا بننقل الافلام اللي هي كانت موجوده مثلا على اسطوانات؟ عايز اعرف شكل الموضوع بيبقى عامل ازاي. هقول لحضرتك، احنا طبعا التكنولوجي اتغيرت تماما. سهله الوسيط الرئيسي لتخزين الفيديو او الافلام هو شريط السينمائي. دلوقتي اصبحت كل حاجه رقميه. صحيح. فاحنا اصبحنا دلوقتي الافلام السينمائيه اصبحت حديثه في الشرايط، والشرايط دي معرضه للتحلل
وعوامل طبعا العوامل اللي هي اتخزنت فيها ما كانتش احسن حاجه يعني، فبدا التحلل بتاعها من فتره. عمليه الترميم هي عمليه معقده مش سهله لانها بتمر بمراحل كتير. المرحله الاولانيه لازم بيتم الترميم بشكل يدوي، بتتمسك الشرايط دي الاول، بنبدا نفحصها ونبدا نرمم ونصلح الاجزاء المكسره والمتهالكه اللي موجوده في الفيلم. زي كده ترميم الصور مثلا، الصور بتتجمع بتاعه الشريط وبيتلزق كله جنب بعض، وبنرجع نعيد تركيبه تاني يدويا. بعد المرحله دي بناخد الفيلم ونبدا بقى مرحله بننظفه، نشيل منه اي رواسب، اي قصد، اي جريز او اويل او اي حاجه لازقه في الافلام قبل مرحله النقل الرقمي. بنروح بعد كده بقى لمرحله النقل الرقمي، بنستخدم سكانرز عاليه جدا، الريزوليوشن فيها بتوصل لغايه 6K. وبعد ما بننقله للصوره الرقميه، باشمهندسه ندى حضرتك لسه معانا، اتفضلي. الصوره لما بتنزل بخدوش طبعا، الاثار بتاعه لزق الفريمات والتمزق اللي كان موجود فيها كل ده بيتظبط. وطبعا مع تطور وسائل العرض الحديثه اللي اصبح دلوقتي كلنا في بيوتنا في شاشات الالترا 4K، ما تقدرش ان هي تشوف الصوره الا وهي بيرفكت. فعلشان الجمهور يرجع فين يتفرج على الافلام بتاعتنا في الصوره الجديده ويستعيد رونقها، لازم يتم عمليه الترميم الرقمي. صحيح، كان شيء مهم جدا طبعا انه ده يتعمل لعدد من الافلام، ونتمنى كمان لبقيه الافلام وهذا التراث المصري الراقي اللي احنا بنعتمد عليه بشكل كبير في حفظ هويتنا وحفظ تاريخنا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندسه ندى حسام الدين فرحات، مدير مركز حمايه التراث السمعي والبصري.